السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم أخوكم عيد من قناة ربحك عندنا. لو أول مرة تشوفنا يا ريت تدعمنا بالاشتراك في القناة وتفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. النهاردة معانا موقع فروت ماني. الموقع ده سبق وشرحناه من حوالي شهرين على القناة. كان الموقع أول ما فتح ما كانش طالب استثمار، بعد كده طلب 30 روبل استثمار. انا كنت مسجل فيه من حوالي شهرين. الموقع دلوقتي اديله 265 يوم شغال، 56 يوم شغال. زي ما انتوا شايفين المسجلين في الموقع، مجموع الموارد المجمدة، مجموع المدفوعات، موقع شغال وكويس. انا حطيت فيه 30 روبل النهاردة وقلت اجرب السحب منه. فعلا بعد ما سحبت منه بساعتين جالي 65 روبل. حطيت 30 وجالي 65. طريقة الشغل على الموقع سهلة جدا. الموقع بيديك شجرة قيمتها 50 روبل أول ما بتسجل فيه. طريقة التسجيل في الموقع بتيجي من هنا، عشان ادخل على الصفحة بتاعتي انا هعمل اضطر اعمل لكم خروج. خروج من الحساب خالص عشان اوريكم الحساب موقع من الاول خالص. هنعمل تسجيل من هنا. هتملى البيانات دي: الاسم، البريد الالكتروني، كلمة السر، اعادة كلمة السر. هتنقل الحروف دي هنا وهتعلم على الشروط وهتدوس تسجيل. انت كده سجلت في الموقع بنجاح. هتيجي من هنا تكتب البريد الالكتروني والاسم وتعمل دخول للموقع. دي واجهة الموقع زي ما انتم شايفين من الداخل. ملف الشخصي، شراء الاشجار. نخش على شراء الاشجار. هو بيديك الشجر الاولانية ديت، انا مشتري شجرتين من دي ومشتري 13 شجرة اللي هي 10 روبل. كل ده مكافآت، مكافآت عالية جدا بتاعت الموقع دوت. ماشي. هو في كمية شجر لحد يمكن الدخل الشهري لحد 2500 روبل، من 10 روبل لحد 2500 روبل. تاني شجرة ب50 روبل. شراء الأشجار من هنا بتجمع مستودع، من هنا بتجمع الشجر، بتيجي هنا جمع، ومن هنا بيع على طول. انا لسه كنت جامع من شويه، ومن هنا بتبيع. تمام كده عرفنا الشراء والبيع. من هنا رابط الاحاله بتاعك اهو، رابط الاحاله بتنشره، بتجيب عليه احاله، بيديك 10% من كل واحد يوضع في الموقع. في مكافاه يوميه بقى، مش مكافاه، 3 مكافآت يوميا، 1 2 3. المكافاه دي كل بين 5 دقايق او نص ساعه. دي من 1 لـ60، ودي من 1 لـ10، ودي من 1 لـ24. بتدوس كده على الاعلان وتقوم جاي عامل كده وبتنقل الكتابة دي هنا اهو، الارقام دي هنا. وبتدوس كده تضاف لك على طول. دول 3 مكافآت كل يوم خدهم عشان ايه؟ يزودوا لك الشراء وتشتري شجر بسرعة من الموقع. كده ايه، وصلنا للمكافأة. في مواقع التزحلق هنا، المواقع دي بيزود لك برضو. بص بقى المواقع، كمية مواقع، كمية اعلانات قد ايه. كل دي اعلانات بتضاف لك رصيد الشراء. يعني لو كل يوم عملت لك شوية اعلانات من دولت هتشتري شجر بالكوم. يعني في بيبقى في شجرة بتاع ده اعلان قيمته 4 روبل وقيمته 3 روبل، يعني 3 روبل اهو. انا كنت عامل بص، واربعة روبل، 4 سنت ولا ايه، 3 سنت واربعة سنت واتنين سنت. يعني قيمة الاعلانات عالية، وهتوصل بسرعة ان انت تشتري اشجار من الموقع. ممكن تشتغل على الخطة المجانية لحد ما توصل، بعد كده تستثمر وتسحب بعد كده. تمام. احنا كده وصلنا لحد ايه، مواقع الاخراج. في مسابقة عاملينها بقى الموقع المستثمرين. المهام، في المهام هنا
لو انت عندك، لو انت تقدر تعمل حاجة من الحاجات دهيت، الاشتراك في مجموعة المشروع، تشترك في المجموعة وبتحصل على مكافأة 2 روبل، وهنا بتحط إثبات سحب، بتاخد في الموقع في المجموعة بتاعتهم برضو بتاخد 6 روبل، ولو تعمل فيديو بتاخد من 25 لـ250، لو بتعمله من شهرين. كده ايه المهام؟ خلصنا من المهام. آلة حاسبة هنا بتعرفك انت بتاخد انت قد ايه، بتشوف حط انت عندك قد ايه، بتدوس هنا بيقول لك دخلك قد ايه في اليوم والشهر والسنة. بعد كده ايه تاني؟ الاعدادات. طبعا بخش على الاعدادات، اول ما بتسجل اول حاجة وبتشوف الرقم اللي انت رقم، بتحط رقم هنا للدفع من 4 لـ8 حروف تبقى حافظه عشان لما تيجي تسحب هيطلبوا منك. كده احنا ايه انتهينا من شرح الموقع. هنخش على السحب بقى ازاي. هنا ممكن هنا بتودع في الموقع لو انت عايز تودع، لما تيجي تودع عشان تسحب بعد كده. وهنا السحب، بصوا من السحب انا دخلت 30 روبل اللي هو كان طالبهم مني، وسحبت كام؟ 68 روبل، وهي دفع. هنخش على بنك البير، اخر حاجة مدفوعة 67 روبل اهم، اثبات السحب. الموقع انا كنت سايبه مش اشتغلتش عليه كتير، وبس كان يعني سايبه، كنت في ليا في شجرتين وكام شجرة كنت شغلت عليه شوية وسبته، لقيت فيه حاجة و60 روبل، جسفت بالـ30 روبل، والموقع طلع صادق وشغال وبيدفع. اللي عايز يشتغل عليه يشتغل، وانا شايف ان هو يعني موقع كويس حاليا. فروت ماني ده كان موقع يعني كان ليه اسمه، ممكن يكون هو غير شكله، الله اعلم. احنا كده خلصنا كل حاجة في الموقع وانتهينا من الشرح. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تدعمونا بلايك، واشتركوا في القناة الجداد، وفعلوا زر الجرس. وكده كنت هنا من الشرح، والسلام عليكم ورحمة الله. فيديو اخر ان شاء الله. اي استفسار سيبولي تعليق اسفل الفيديو.